وغزوة الأبواء بعد في صفر. نعم. هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. غزو اشتهر لأن الجهاد فرض بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزكاة في الأصل فرضت في مكة، لكن مقادير الزكاة وأهل الزكاة والتفصيل في الزكاة كان في المدينة. نعم. إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب. كانت القبلة أول ما كانت إلى بيت المقدس، ثم تحولت، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، أي بعد الهجرة تحولت إلى مكة. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم.